السلام عليكم اخوان. اليوم غادي نديرو التيست سبيد ديال هاد تي بي لانك ارشر. هي هادي الموديل ديالها الاخوان، اسي 1200، هاهي 1200 كيف ما كتشوفو. هذا هو الموديل ديالها الاخوان ارشر. من بعد ما كندوزو لها الكونفيك ديالها، كنبرونشيو في البور ديال الوان، وهذا اللي جاي منو كنبرونشيو الكابل اللي جاي منو الانترنت. هنا بالنسبه لهاد لي لان كنستعملهم كوم سورتي فاش كدوز لا لين تي بي لانك، ولا نقدروا نستعملهم على قبل الكونفيغوراسيون مع البي سي. دونك من بعد ما دوزنا الكونفيغ لهاد تي بي لانك وكونيكتيناه باغ واي فاي، غنديروا التيست سبيد ديالو على المباشر قدامكم. اختاروا السيرفور ديال ماروك تيليكوم ونديروا التيست سبيد باغ واي فاي، ومن بعد نديروا التيست سبيد باغ كابل. كيف ما كتشوفوا البينغ واصل 7. دونك بالنسبه لهاد لي تي بي لانك ديال السوق راه كيكونوا ضعاف شويه في الانترنت ديالو، هادشي علاش كنضطروا ناخذوا دي روتور اللي هما بويسون ديال السبليون. دونك غادي نديروا التيست سبيد بار كابل، ديزاكتيفيو الكارت ريزو ونديزاكتيفيو الكارت واي فاي ديالنا باش نخدمو غير بار كابل. ونديروا التيست سبيد، نختاروا السيرفور ديال ماروك تيليكوم ونديروا التيست سبيد ديال لالين. كيف ما كتشوفوا الروتور ما كيتعداش 5G ديالو، كيف ما كيتعداش 63 68 في الدي بي. دونك من بعد ما درنا لي تيست باغ بي سي، غنديرو التيست دابا باغ تيليفون لهاد تي بي لانك نيت. غادي نديرو ليه التيست دابا الاخوان، هادي 5G ديال تي بي لانك، يلا واصلة 68 70. ثلاثة وسبعين بالزز. غنفيريفيو 5G ديال لا فيبغ اوبتيك نيشان، نشوف واش غتعطينا نفس الدي بي. شوفوا الروتور ديال اورانج اللي خدمناه كوم اون بوان داكسي، شوفوا الفيتاس ديالو. شوفوا حتى هو واش غيعطينا 70 ولا غادي يفوتها. كيف ما كتشوفوا الفيتاس ديال اف 680 كيتفوق في التيست سبيد ديالنا على تي بي لانك. دونك هذا هو لافونتاج ديال لي روتور ديال الاسبان، كيكونوا روتورات بروفيسيونيل ديال الخدمه. وكتشي اللي كاين الاخوان بالنسبه لهاد لا فيديو. الله يعاونكم، الله يسخر الامور.